هنا الزاهر تظهر بشعر مستعار وصدمة متابعيها على الانستجرام، حيث فجرت صفحة بيع للشعر المستعار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي عندما نشرت صورة لهنا الزاهد خلال مهرجان القنوات الفضائية، وذلك عبر حسابها على الانستجرام، وذلك صدم الجمهور وعلقوا بنحسبه شعرك الحقيقي. وقد نشرت هنا الزاهد صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على الانستجرام من خلال حضورها مهرجان القنوات الفضائية مرتدية فستانا باللون الذهبي مكشوف من الظهر والأكتاف، وهو ما كشف عن نقص وزنها، واعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة وعن تسريحة شعرها تركته منسدلا على كتفها على طريقة الويفي، ولكن الجمهور اكتشف أنه ليس شعرها الحقيقي وأنه شعر مستعار، وهو ما أثار دهشتهم، وذلك لظهورها منذ سنوات بهذه التسريحة، مما جعل الجمهور يعتقد أنه شعرها الحقيقي. وقد أكدت هنا الزاهد خلال برنامج معكم منى الشاذلي على ضرورة تناول كمية كبيرة من المياه لأنها مفيدة للجسم والشعر والبشرة، وأكدت أنها تحرص باستمرار على تناول كمية من المياه واستخدام الكريمات الطبيعية، وذلك حفاظا على نعومة شعرها وقوته وكثافته ليصبح طبيعيا دائما. تقوم باستخدام شامبو للشعر خالي من المواد الكيميائية حتى يصبح طبيعيا وصحيا.